أعزائي المشاهدين أهلا بكم وحلقة جديدة من حلقات برنامجكم عيون الشعب. عيون الشعب النهاردة أعزائي المشاهدين هي قضية يمكن من أول مرة أصورها في الفترة الطويلة اللي يمكن اشتغلت فيها في البرنامج. هي قضية تحرش جنسي بس للأسف أدت في الآخر إلى جريمة قتل. إيمان بنت عندها 18 سنة لسه في بداية حياتها ماشية في الشارع يقابلها شاب اسمه رمضان يحاول إنه يتحرش بها بإيده فتنهره يعني زعقت فيه قالت انت ما عندكش اخوات بنات يعني انت ما عندكش والدتك في البيت فيعمل ايه رمضان مش يسيبها ويمشي لا يخرج السلاح ويطلق عليها النار فتقتل في الحال. تعالوا بينا اعزائي المشاهدين من داخل قريه عربي كليبات هيكون لقاء مع الام والاب وايضا مع رئيس المباحث. لو شفت واحد بقى بيتحرش باختك ولا بزوجتك او بواحده غريبه حد هتعمل معاها ايه؟ هعمل معاها ان هضربه بس ما توصلش للميتة انك تضربه بالنار تموت. ممكن اضربه عشان غلطه ده. ايوه عشان غلطه. انما تضربه عشان تموت غلط. ممكن يكون عشان عاكس باللفظ لكن لو عاكس بمد الايد. لا ده غلط. هتعمله معاه؟ هتضربه. تضرب ايه؟ عشان تضرب باي حاجه بس اختلاف السلاح. هضربه. طب هو هيتكلم من المشوار ده. ممكن تضربه يعني تقول له ده عيب كده هو ده ضرب ده. لا هضربه من النار ليه؟ عشان عشان عاكس يرضى فوقته هو الكلام ده. مش هيرضى فوقته. ثانيا يعكسها ويضربها تاني بالنار هو يضربها بقلم او حاجه وشتمها عادي. مش عادي وعملت ايه ده هو اللي عكسها. ايوه لكن يضربها وتوصل لضرب النار يبقى غلط يبقى مستهتر بالدوله كلها. عم مصطفى ما يستاهلش. اصطلح العائلات كلها هنا عمده البلد والاعضاء ما قدرش تعمل اي حاجه. انا بقول لك واول واحد هو صالحه ده اللي ضرب بنته. انا بقول لك لو حد مد ايده على بنتك ولا زوجتك في الشارع هتعمل معاها ايه؟ ده غصب هذا راجل فقير طبعا ومستهترين بيه ضربوا بنته. لو راجل عافي في الكلابات ما يعملش كده. لو بنتك انت تعمل ايه؟ اعمل ايه فوض امري لله يا القضاء ياخد حقه. ده ياكله اكله يا بيه اكله غصب عنه الراجل غصب عنه ده ناكله. ايه اللي خلى الامور ان الشباب بيتعاكس البنات بايديها دلوقتي؟ ما عرفش ما فيش ضبطيه ما فيش ضبطيه من الحكومه. انا بتعاكس في كل مطعم مش بين العرب. العرب دي بص عندنا سايبه تعرف يعني سايبه سايبه يعني كل يتكلم مع واحد ما يتكلمش وخشمه يجيب سلاح يضرب فيه يعني ما خايفين يعني لو واحد لو واحد عكسك ومد ايده عليك انت انا شتمته قالت جيت ماشي ايه ده يرد عليه ما يضربنيش بنار ويموتني. وبعدين انت لما يتعكس تسكت المفروض تسكت ولا تشتمه؟ اسكت ليه طبعا هشت موجل عليه مركوب وده بوشه كمان بيه ده بوشه بيه. ايوه فعلا عشان انا مش غلطانه في الحاجه. كافي احسن يطلع العيال ويعمل معاك. لا مش انا موت احسن في الساعه دي. سيدنا اعزائي المشاهدين يكون معنا السيد اللي هو حسن سيف مدير وزاره البحث الجنائي مديريه امن ومحافظه اسيوط. اهلا بك يا فندم. اهلا وسهلا واهلا باسره البرنامج. وممكن القضيه النهارده احنا بنتكلم عنها قضيه اول مره صورها تحرش جنسي يعني وبعدين بتسمر كمان عن قضيه قتل. هو الصعيد طول عمره ده يعني بلد الاخلاق ومنبت الجدعانه والحماسه وكل شيء جميل لكن هي صور النهارده قضيه تحرش جنسي ومش لفظي ده باليد كمان وبعدين قضيه قتل في نفس الواقع شيء غريب جدا وغير متعارف عليه حتى عندنا في الصعيد. هي طبعا حدث طارئ وليس معتاد في الصعيد او ظاهره غير موجوده عندنا هنا في اسيوط
وهي بتتلخص ان هو يوم الوقعة كانت المجنة عليها ايمان، هي واحدة صديقتها من نفس القرية بتاعتهم عرب الكلابات الغربية، متوجهين لإحدى القرى المجاورة يحضروا كمية من الأسمنت، وهم معاهم دبة. جه المتهم اللي هو رمضان نصار سالم 28 سنة وشهرته شونة، من ذوي المعلومات الجنائية، كان راكب دراجة بخارية من ثوابت له معلومات جنائية، كان راكب دراجة مستقلة دراجة بخارية مع واحد آخر، مع آخر عكسها ردت عليه كلمة عكسها. كلمة عكسها دي كلمة يعني عكسها لفظا ولا فعلا؟ والله ساعات لفظا ومقرب فعلا، لفظا، وحينما قوبل بالرفض محاول يمد ايده لطمته على وجهه وبصقت في وجهه في وجهه. فاشهر السلاح ناري كان معاه بندقيه الي، واطلق عليها النار فاصابها في وجهها ورقبتها وتوفت في الحال. تم الانتقال ضباط مباحث مركز الفتح على طول، وضباط اداره البحث ورئيس مجلس البحث الجنائيه واحنا والسيد المدير الامن للواقعه، ولما تمثله من بشاعه، اولا كجرم جديد او كفعل جديد كصعيد، ضرب المراه بصفه عامه في الصعيد له واقع اخر تعدى عليها، وتعدى عليها في الواقعه ديت مقترن بمعاكسه او مقترن ب ب ب باي لفظ خارج او فعل غير معتاد، فكان ليها وقع شديد شويه على القريه وعلى المجتمع هنا بالكامل. والحمد لله تم قيام بعده مأموريات، لانه المتهم دوت استغل طبيعه المكان، منطقه جبليه ومنطقه زراعات وهرب في اكثر من مكان، ولكن الحمد لله اولا واخيرا بتوفيق من ربنا سبحانه وتعالى امكن ضبطه. ايه السلاح اللي بقى اصلا بيستخدم؟ يعني واحده تشتم واحد تقول له يا قليل الادب، يقوم يضربها بالالي؟ يعني اصبح السلاح دلوقتي بالشكل ده ان هو اصبح في ايد كل مواطن، واحد يقول له واحد ما يردش عليه يجي خبطه بالالي يموته؟ ما اصبح برضه شيء، اولا ده صعوبه جدا عليكم في ادائكم كعمل امني، لان اصبح السلاح دلوقتي في متناول كل واحد، لما واحد شتمت واحد ضربها بالالي، فدي كلها تبعات عليكم. وانتشار السلاح تعملوا فيه ايه؟ ظاهرة انتشار السلاح بلا شك ان زي ما قلنا برضو وقلنا قبل كده ان في اعقاب الثوره وفي خلال فتره الثوره كان في بعض الثغرات في الحدود، تمكن العديد من ادخال كميات من السلاح الناري، انتشر اصبح موجود، ده لا يمكن انكاره، ولكن في نفس الوقت برضو لابد ان نؤكد على استمرار عمليات المواجهه وضبط الاسلحه الناريه وحائزيها ومتجريها وضبط كافه الافعال المؤثره. مشاهدين مع الاب مصطفى محمد سلامه، واللي فعلا اتكوى بقتل بنته الكبيره،
واللي كان هو بيقول روحي كان فيها. اولا البقاء لله البقاء ما دام وجه ربنا سعاده الباشا ما دامش ربنا صبرك ان شاء الله. هو ربنا كبير يخلص حقها ربنا. يضربها في قلب الظهر بعد استسال ايادان الظهر بنص ساعه. يضربها الساعه 12 ونص في قلب الظهر عمدا 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 وعلى ركب الموتوسيكل علي سايق بالموتوسيكل والواد عصب ركب مسماريا مركب مسمارين في المعركة القديمه كان معطى الناس تاني وشغال بلطجه من الصوت الجديد على الصوت القديمه يبهدل النسوان ويبهدل ستات وكل اللي يطلع راح يبلغ بالاركاب. ناخذ الموضوع على المهل. بنتك ايمان كانت ماشيه في الشارع كانت رايحه مشوار رايحه تجيب شكرتين اسمنت من عند بني طالب وجايبه باقي ال100 جنيه في ايدها والبنت سحر ماشيه جارها صاحبتها ماشيه معاها ايوه ماشيه معاها لما قابلها وراح مقابلها راح منغش راح مقرب مد ايده عند صدره قال تقص عليك ما عندكش عرض يعني حاول يتحرش بيها انه مد ايده على جسمه راح مد ايده على جسمه قالت لي ما عندكش عرض وراح تفت عليه راح ضربها بقلمين وقعت بشكرتين اسمنت راح ضربها بقلمين قبل ما يقتلها الصوت هنا بني طالب هنا موجود جنبنا في بني طالب هنا الرجوله والجدعانه والصعايده فيش حد بيمد ايده على ست يضربها بالقلم ما هو ضربها بقلمين وكفت راح تاخد حصبتها راح ضربها بالعيال طب لها في خده طلع لها من راسها من ورا طبيب الشارع مكرر قال لك بعد ثلاث دقائق ما توفت بعد ثلاث دقائق ورمح ورا البنت سحر كان عايز يطول يضربها الثاني طب احنا بس نوضح للساده المشاهدين اللي حصل طبعا الاب منفعل جدا اللي حصل ايمان ماشيه رايحه تجيب شكرتين اسمنت ماشيه هي وواحده صاحبتها في الطريق في شاب راكب موتوسيكل هو واحد صاحبه ماشي اللي هو رمضان النص اللي هو رمضان المهم وهو ماشي بالموتوسيكل خلاها ماشي راح مد ايده مش مهم مد ايده المهم حاول يتحرش بيها قالت له عيب ما بيحصلش كده في الصعيد وما عدناش واحد بيعاكس بنتي في الشارع انت ما عندكش ولايه راح موقف الموتوسيكل ونزل خبطها قلمين على الارض وطلع الفرد الخرطوش وراح بندقيه عالي ضربها بطلقه عالي طلقه واحده عالي بس وسلم بنقى عشرات غير الآلي اللي كتل بها ما سلمهاش سلمها لمركز الفتح سلم واحدة عشرات والبنقى اللي ضرب بيها ما سلمهاش يعني تعيس تقول لي انه كان معاه آلي ايوه معاه بندقية آلي ضربها بالطلقة طوالي رايح قصده عمدا واغتصاب في قلب الظهر اغتصاب ان ما فيش حكومة ولا في دولة ولا في اي حاجة لا الحكومة موجودة لانه قبض عليها حاجة اهو ما هتقبض عليه طب واخد ترى علي اللي كان ساق الموتوسيكل علي اللي مد ايده عليها ومش علي اللي مسك اللي مد ايده عليها رمضان بقول لك يعني علي ما مدش ايده عليها وعلي من شويه ضربه بالنار اللي عمل كده رمضان اللي عمل كده رمضان واقف بالموتوسيكل ذاك علي واقف بالموتوسيكل يعني معفر رمضان بس عايز اقول لك حاجه يا حاج اتفضل يا بيه يعني معقول انا بعاكس واحده راحت شتماني انزل اضربها قلمين واضربها بالالي معقول الكلام ده طب هو والله احلفك على مصحف ربنا تقريبا من بعد يدين الظهر عينك معين هنا في بني طالب وجاب شكرتين الاسمان حسبنا الله ونعم الوكيل يعني دلوقتي طبعا بنتك اهو مضربها بالقلمين وقت على الارض وراح ضربها بالطلقه الالي الطب الشرعي ان هي ماتت في ساعتها بعدها ثلاث دقائق 18 سنه ده لسه في عمر الظهور عامليه شق ولا ربنا حسبنا الله ونعم الوكيل ونطالب 40 مليون بن من اسكندريه للسد العالي الدوله 120 مليون فيها 40 مليون بن في 40 مليون بنت من بنت الضابط لبنت المامور لبنت رئيس الجمهورية بتطلع في الشارع هتتدرب زي بنتي الدولة على طالب من الدولة تنجد القضية دي ما عندناش في الصعيد حد بيمد على ايده على بنته وهي ماشية في الشارع طيب ممكن يصفر ممكن يقول يا حلو طيب ممكن لكن المرة دي في الصعيد يمد ايده على جسمه يا سعادة الباشا اللي مش لفتره لفتره هيبلطج من الصوت الجديد على الصوت القديمة موظفين زي سيادتك عم تقشط حلو تنزل حيلي فين البنت اللي كانت معاها طيب هنجيبها تضربي لها ايه؟ اقعدي يا عمتها جنبي البنت اللي كانت موجوده معاها هي هنجيبوها وهي اللي تكلمك وهي اللي تسالك انا مصدقك ايه اللي حصل؟ اللي حصل هي البنت اللي موجوده معاها هتكلمك قالت لك ايه هجيبها؟ قالت راح مدد على مغزه بعد اذن سيادتك يا باشا واذن الناس اللي ايوه راح مدد على صدرها دي تحصل ازاي؟ ما تحصلش دي ابدا دي تحصل ازاي دي ما تحصلش يبقى امتى راح شتمام اي بنت محترمه كده تروح رد عن شرفها طيب راح مد لها البنت وراح ضربها بالعيال بالالي بالال بنت الال والبنت سيادتك هتيجي وتتكلمك اها في عز الظهر في عز وبعد الظهر يا باشا بعد الظهر بنص ساعه يعني ده فعلا حاجه غريبه جدا فعلا بعد الظهر وضربها عمدا في بني طالب وقصيد يعني الرد من العداله وبعد اذن الناس الحكومه والناس كلها ده هي يقفوا في ميدان عام ويشنب اللي حصل لبنت اخوك ده ممكن يحصل للكل ممكن يحصل لمراتي ممكن يحصل لاختي يحصل للكل الله يكرمك
ممكن تحصل لبنت المحافظ، ممكن بنت وزير الامن ماشيه في الشارع يحصل ليها، بنت الوزير يحصل ليها. في القيض مسك وحده بلدنا بهدلوها، ما حدش عارفها من بلديه. انا امها ايوه عادت تصرخ وتقول جايه يا اولاد جايه يا اولاد، العالم من يحوش عينها، خايف العالم يقتل يضربوهم. طخوها بعد انك في الكون موتها الله اعلم. يعني انت عندكم التحرشات الجنسيه؟ ايوه ده حط الفلاج للجسر، حط الفلاج حط الفلاج على جسر الحراز وعادي يحلقوا على الناس اللي جايه. لما كنت عند الشيخ سوف هنا كان في كتيل، كان في كتيل عند الشيخ سوف. بنتي كانت حنينه معاك يعني؟ بنتي كانت تفعاني، ده بنتي كانت تفعاني، عامله عبرتين في عينيا، وعندي السكر وعندي المرار. اه شايلين من دول بلدين الاربعه، من دول بلدين الاربعه هي كانت عايله امي. تبدا اللي تبحث البيت وتبغى صلاه الزير وتملاه وتقول له يا ماما تزعليش انت عيان عندك السكر، احنا داخلين عليك وطالعين، وما تفكريش اللي ما معيش ولد احنا ولدك، او تقعد حنونه حنينة علي. وتعمل لو جت تبحث تتبلعها من برا، تحطها في سيارتها من دول من دول بلد الاربعه، تحطها في سيارتها وتجيبها لي. قعدت خط 15 يوم في الزهراء بعد انك عامله عمليه في عيني، ما كانش مفرقني من الشمس للظله، ده انا قطعت بيانه، قطعت بيانه. لو شفت اللي عمل كده تقول تعملي فيه ايه؟ ده انا لو شفت اشوفه، ده انا اشوفه، ده انا هجيب لك حشو حشو انت عايز تروح للنحله هفج وراك ابوي. يعني اعزائي المشاهدين، طبعا دي حقها لام وبنتها اللي كانت كل حياتها ماتت لانها كانت بتدافع عن شرفها. ده طول هجومتي يا باشا، طول هجومتي، هي طالت تتكلم طخفه انا طخفه العيار غير قاتل اللي معايا يا زهر. لسه راح تقول لها دقيه انت غير يضربوك زيي، وراح تروح طالع. ده انا مجاني من الخبر بعدين. انت يا مضروبه بقى؟ مجاني الخبر انها قالوا بنتك كتت في البلد. ويلا طلع من عندي طوالي. قدر عايش مش كرة الاسبان. يعني الله يرحمك فعلا كانت بتتمتع حتى يعني. طول وجمد وعرض، طول برازيل برازيل اربعه زي القط ما فيش زيها. هي طول لو مسكت لو جمالها خلى الواد يتحرش بيها. او لو تحت ولو تحت لو رفعت الحماره لو كانت مسكت مشكته. اغتصاب اغتصاب بالقوه الجبريه. ان اليوم ما عليها قتلها. ان اليوم سنتين هم شغالين في الموضوع ده في البلطجه دي. من اسيوط الجديده لاسيوط القديمه عدينها بقى لنا كل سلطه. برضه احنا بنقول اعزائي المشاهدين، احنا كنا في ايام الاعياد بنقول في القاهره وفي اسكندريه وفي العواصم بيحصل تحرش، واحنا الحمد لله تم نتباهى ونقول الصعيد الادب الصعيد الاخلاق، لكن للاسف الجريمه دي بتدي مؤشر فعلا لخطوره التحرش عندنا في الصعيد. يعني بنت لو طلت الحكومه اقتلها، مفيش حكومه. يريدوا من العداله يعني تديه الحكم في ميدان عام تخلص حق الراجل ده. طالبه من سيادتك الكلمه اللي قلتها، ما هو ما يقدرش ياخد حق بنت. احنا بنقول للساده المشاهدين، لو اختك يلي قاعد بتتفرج علينا او زوجتك او حتى والدتك ماشيه في الشارع وشاب مسك او وضع ايده على اي قطعه في جسمها، أيوة، انت تحكم على اللي عمل كده فيك ايه؟ ماشيين في شارع ضيق، جايبين شكارتين اسمنت، وبعد ما يجيبوا شكارتين اسمنت شارع ضيق خالص هو شارع ضيق. واحنا طالعين مبحرين كده مسكنا، لقينا واحد قاعد قلنا هذا الشكاره فاضي عشان الشكاره كانت مشروكه مننا.
حاطنا شكاره فيها حطها فينا اللي انا رفعنا فوق الحماره ويمرق باقي وراهن وانا ماشي ريمان ومشينا وقابلنا مين رمضان واخوه علي ايوه واخوه علي عم استاذ ريمان هذا الشد ريمان قلت راكبين على رمضان مثلا راكب ماشي ولا راكب اخوه علي واحنا مشينا ضيق قدهو ميمان مشي جنب الحماره هو هو هبش صدر ايمان حطوا عليه رمضان وبعدها ايمان تفت على الخش شكله تفت على وشه وقليل ادب ايوه وبعد ما تفت على وشه ضربها هو وقفها وقحم وقفها كده ايوه ايوه وبعد ما وقحها مش يسيبها ويمشي لما سابهاش ومشي كمل عليها بالعيار قدامك انت ايوه طب وانت كنت فين في الوقت ده كنت واقف في شارع مخزن شويه هو كده كنت واقف وخايف كنت خايفه واقفه خايفه ايوه شفتيه وهو بيضرب بالقلمين وبعد كده راح ضربها بالنار ايوه وكان بعدها بعد ما ضربها هو وقف وقع كده وقف وهم وبعد كده طلع علي انا كده وخفت انا نقتها من دق وراي عايز يموت ايوه دق وراي دخلت منزل مش عارفه بنزل مين واخو لف جه اخو علي لف وقال لي يلا يلا البنت بنتك ماتت وانا رجعت على اشوف صاحبتي ايمان لقيتها ميتة خالص ما لقيتهاش خالص كده مش عارف قلت واحد قال لي حتى لها منها غطيها بعض الناس اللي في الشارع ما فيش اقول لك شارع ضيق ما فيش ناس واحد اللي جاي للفان شكرت اسمه شكرت فاضي للفان انا ماشي خاف دقه خاف من هو الواد ده اسمه رمضان خاف منه وانت شفت هو بيمد ايده عليها فعلا ايوه وبعد ما ضربها قلت لي تعال شوف دي اللي موتها لا تعال شوفها ما رضيتش اشوفها تعال تتباشى طبعا زي ما واضح من كلام سحر سحر هي وايمان كانوا ماشيين الشارع ضيق شويه وهم راكبين كمان اللي بنقول عليها في الصعيد عندنا الركوبه يعني وحاطين الاسمنت قدامهم شارع ضيق فوق بواحد موتوسيكل هو واخوه اللي هو رمضان واخوه راح مد ايده لمس جزء معين عند ايمان طبعا شيء طبيعي اي بنت شريفه اي بنت عفيفه تعمل ايه نهرته وبصقت على وشه ازاي طبعا هي تعمل كده راح نزل من على الموتوسيكل ضربها يمين وقعت على الارض راح مطلع الالي وراح ضربها طبعا قضيه انا مش عارف يعني ازاي بيحصل ده في مجتمعنا واعتقد ان الصعيد يعني بريء من الاشكال الغريبه اللي احنا بنشوفها دي واحنا يعني احنا بنقول للاسره المصريه بقى يا ريت نحسن تربيه اولادنا لان فعلا دول الشباب دي لو اولاد حد يربيها ما كانش حصل كده لا البنت زي ما قلنا في صدر برنامجنا لا كانت لابسه لبس مغري ولا هي ماشيه بتقول يا ناس عكسوني دي واحده بسيطه وشايله بنت وشايله اسمنت وشاربه يعني التعب وفي الاخر يكون نصيبها طلقه في دماغها والمين وتموت والله النظرة المجتمعية انت دلوقتي لما بتشوف اي واحدة بتشتم اي شاب تعرض لها في الشارع الناس كلها بتهدي الشاب وبتقوله خلاص يا كابتن اتفضل امشي يعني فكرة ان مفيش اصلا تجريم لان حد فكرة السلامة الجسدية دي مش موجودة عندنا مش موجودة عند ناس كتير عندنا بصراحة بس تلفت نقطة اعزائي المشاهدين نقطة مهمة جدا زمان لما كان الشاب يعاكس بنت من زمان لغاية دلوقتي يقول لك اصل هي اللي كانت لابسة ستريتش ده هي اللي كانت لابسة بادي ده هي اللي ماشيه مش حاطه حاجه على شعرها مش هي اللي مبينه جسمها هي اللي غلطانه ايه اللي خلاها تمشي في الشارع كده والله اللي حصل لها هي تستحقه فين ابوها وفين امها لو ابوها وامها مربيين ما كانش خرج كده طب دي واحده فلاحه بسيطه اهي لسه عندها 16 17 بكتير 18 سنه وفلاحه من العرب ولابسه جلابيه ويعني حاجه يعني ايه اللي يخلي بقى هنقول عيب على ابوها وامها طب البنت ماشيه في مؤدبه
لا لابسه ستريتش ولا لابسه بادي ولا لابسه بنطلونات محزقه ولا غيره، وحصل التحرش الجنسي. يبقى العمليه مش عمليه بقى لبس ولا ترديد، ده في خلل في المجتمع. هو زي ما زميلي قال، هو الفكره ان المجتمع بيدي حصانه للمتحرش، يعني الحصانه اللي بيديها المتحرش، وان انت طول الوقت بتلوم الضحيه. يعني المزيج ده خلى انه شاف منها حاجه لما نتجرى وعكسها. طبعا يعني فكره ان انت بتحمي المتحرش وكمان بتلوم الضحيه طول الوقت وبتتهمها ان هي السبب، ده خلى المتحرش يبقى معاه قوه اكبر ان هو يتجرى. بالظبط، فيوصل الموضوع لدرجه ان هو يقتل، لان هو مش حاسس، يعني هو حاسس بالاهانه ان هي ردت عليه. هي ازاي المفروض تقول له شكرا على اللي انت عملته؟ كويس انت حسستني ان انا انثى وان انا جميله وانك مديت لي عليها، انا اشكرك والف شكر وتفضل انك تكررها. بالظبط، فجزء كبير من الموضوع انه غير انه يبقى يعني ان القانون يبقى مجرم الفعل، ان المجتمع يجرمه، ده اهم كمان من ان القانون يجرمه. يعني لو انت شفت واحد بقى السلبيه اللي عندنا اليومين دول بقى، بنشوف احيانا الشباب بيتعاكس البنات واحنا واقفين، لا نقول للشاب عيب ولا نقول له كان زمان نقول لك يا اخي اعتبرها اختك، يا اخي اعتبرها زوجتك، يا اخي اعتبرها امك. ايه اللي بيحصل؟ كلنا بنقعد نتفرج على الناس اللي بتعاكس بعضيها، محدش مفيش نخوه زي زمان. لان يعني الناس دلوقتي بقت مهمومه بنفسها اكتر، قصه ان يبقى في تحرش، يعني ان حد يشوف جريمه تحرش بتحصل كله بيمشي بيقول ان هو بيبعد عن المشاكل، بيبعد نفسه عن المشاكل، مع ان هو كده يعني هو ما بيبعدش، هو كل ما بيتجه للمشكله المشكله بتزيد والمشكله بتقرب منه اكتر، لغايه لما بتوصل ان بيحصل حاله تحرش مع حد من عنده. والفكره ان كل ما بنتجاهل المشكله، هي احنا ما بنبعدش عنها بس هي بتكبر واحنا سايبينها زي ما هي. ما بنجرمش قصه موضوع التحرش وهتك العرض وقصه جرائم الشرف والعنف الجنسي وكده، فيها غموض وتداخل في المجتمع المصري بسبب العادات والتقاليد. ممكن تلاقي جريمه مثلا زي كده في مكان تاني، الناس بتغلط الضحيه وفي صف المتحرش، وفي اماكن تانيه بتلاقي ان في بيغلط بيدعموا المتحرش واللي عمل كده. بس فيعني هو قصة التحرش والولد والبنت فيها خلط كبير جدا، وفيها فهم غلط لدور ده بس فهي الفكرة متوقفة. احنا عندنا ازدواجية حتى في المعايير، يعني المشكلة اساسا ان البنت بتسكت، تمام؟ فانا ما اقدرش اتدخل، لو دخلت انا ممكن اضرب، فاهم ازاي؟ ما هي ساكته ما اتكلمتش، انت حصل لك حاجه تقول لك لا ما حصليش، فاهم؟ عايزه تضيع بقى ومش عايزه فانا كده ضرب. طب واحده زي اللي حصل معايا النهارده دي، تمام؟ دي بقى ايه؟ احنا كلنا جينا ليه؟ عشان نتكلموا. الناس قالت تعبوا، تمام؟ انت دلوقتي خليني يعني اقول سؤال للساده المشاهدين، وانا اتمنى ان الزميل احمد علي ينزله على صفحه البرنامج. لو فعلا اختك ولا زوجتك حد من الشباب اتعرض لها وتحرش لها جنسيا ومد ايده على جسمها، هل انت بقى هتوافق ان اختك او بنتك او زوجتك تروح تعمل محضر في الاسم وتقول ده فلان الفلاني وانا ماشي حط ايده عليا؟ هل ممكن ده ممكن يحصل؟ ولا نقول لها لا خلاص ما تتكلميش، واحنا يعني لو واحد واتنين شافوكي مش اشكالك، لو عملنا محضر امي لا اله الا الله هتقول ده فلانه دي واحد شاب مسكها وهي ماشيه في الشارع. بس ما فيش حد يمسكها تاني، بس هيقول لك اتفضحت، هيقول لك اتفضحت. ده تخلف بينا. ده ايه رايك؟ مش هيتقال كده؟ هو مش هيتقال كده من كل الناس، بالعكس في ناس هتشجع البنت خاصه اللي من جنسها، انما هم الاهل بس بيخافوا من ايه؟ ده لما كانت لابسه كذا، لما انها حاطه مكياج، لما انها كانت اوفر، لما البادي، لما البنطلون الاستريتش، لما دلوقتي تشجع وعكسها؟ ما صدقني اكتر. طب في منقبه بتتعاكس؟ عمرك سمعت الكلام؟ في منقبه وانا شفت نفسي واحد بيعاكس منقبه. طب بتعاكس فيها ايه؟ مش شايف فيها حاجه. هو في ناس كده بتعاكس لمجرد المعاكسه، مزاج عندهم خلاص. وهقول لك في راجل سنه بيتعدى 60 سنه وبيعاكس راك متاخره بقى. طب هتعمل فيه ايه؟ ده هو خلاص الموضوع ده تفشى في المجتمع، ولابد من انه يكون في حل رادع لهذا الموضوع. الحكم المتوقعينه بقى طبعا القضاء العادل، وحكم القضاء ده عنوان اللي يعني ما نقدرش نتكلم فيه. انت شايف القضيه دي عشان يكون جزاء رادع، الحكم المفروض يكون من قتل يقتل. ده اولا ده القضاء، انه من قتل يقتل، ده هو قتل عمد، يبقى من قتل يقتل. دي نمره واحد. نمره اتنين ده المفروض يزيد عليه ان هو من قتل يقتل. اولا ده قتل وعمل حاجه بشعه ان هو اتفرج على جريمته.
بعد برضه عشان برضه النوى برضه في قضيه السويس طبعا لا تعقيب على حكم القضاء. ثلاثه من الشباب اللي قتلوا الشاب اللي كان قاعد مع خطيبته خد 15 سنه سجن ثلاثه, يعني ما خدوش اعدام برضه عشان برضه الامور بتبقى ترجع للقاضي. بص ده بقول لحضرتك حاجه, ده كمان زود عليهم بان هو اتفرج على جريمته, يبقى لابد من ان الناس تتفرج عليه وهو بيتقتل, يبقى لابد من ان يكون اعدامه في ميدان عام في نفس المكان اللي هو اتقتل. يكون الحكم فيه. يكون الحكم رادع المفروض. مشكور جدا يا جماعه والحمد لله على السلامه على المشوار الكبير ده كله, وربنا يوفقكم ان شاء الله. أعزائي المشاهدين وجينا في نفس الشارع اللي حصل فيه للأسف الجريمة البشعة زي ما احنا شايفين شارع دية, ويمكن السيد المقدم محسن بشريط رئيس مباحث مركز الفتح يمكن الراجل قال لك لا لازم نيجي فعلا للمكان وانتقل بنفسه, روحنا يمكن شفنا المجني عليهم وشفنا الشوارع وشفنا العيشة اللي عايشينها, ودلوقتي احنا جينا للمنطقة اللي حصلت الحادثة. السيد المقدم محسن شريط رئيس مباحث مركز الفتح, أهلا بيك. أهلا بحضرتك يا فندم. أهلا بيك. في البداية إيه اللي حصل؟ طبعا هي حادثة غريبة على المجتمع الصعيدي, حادثة بشعة. بلغنا يوم 10/9 من بنت اسمها سحر ممدوح عبد الظاهر ان هي كانت ماشيه هي وصاحبتها مجني عليها امام مصطفى محمد سلامه, كانوا بيجيبوا طلبات من البلد اللي احنا فيها دي اسمها بني طالب جنب بلدهم, قابلهم المتهم في الشارع ده. فين بقى؟ في الشارع ده. قابلهم المتهم على مدخل الشارع مكان ما احنا واقفين كده اهو, ومعاه واحد صاحبه موتوسيكل عاكسها باللفظ, حاول يمد ايده ويتحرش بيها, البنت نهرته وبصقت عليه, كان معاه سلاح ناري ضرب طلقه اتجاهها جت في رقبتها وتوفت في الحال. في رقبتها وتوفت في الحال. يعني طلقه قاتله؟ طلقه قاتله وجت ماتت في لحظات, ما لهوش يسقفوها في البلد او تتنقل لمستشفى. يعني تم القبض عليه بقى في يعني استلزم وقت كبير ولا في خلال ساعات تم القبض عليه؟ لا هو الولد الطبيعه بتاعه البلد اللي بيسكن فيها بلد اسمها عابر كلابات, هي بلد لها طبيعه جبليه, اختبأ في المنطقه الجبليه المتخمه محل اقامته, استهدفناه باكثر من مأمورية مكبره, كان معانا فيها السيد مدير اداره البحث والسيد رئيس البحث المدريه وفتشين الامن العام ومجموعات كبيره من الامن المركزي عشان خطوره الاجراميه للولد المتهم, لغايه ما يوم 20/9 الحمد لله فكمين كنا عم نهوله بناء على معلومه ربنا كرمه وظبطناه وظبطنا السلاح اللي استخدمه في الواقع. السلاح اللي استخدمه كان ايه بالظبط يا فندم؟ بندقيه آلي. آلي يعني قتل البنت الغلبانه دي ببندقيه آلي؟ ايوه. حادثه يعني غريبه على المجتمع هنا اهو, ما كانش في حوادث بالمنظر ده قبل كده, ما سمعناش عن حوادث تحصل بالمنظر ده. موضوع التحرش صعب جدا في القرى, يمكن ده اصبح يعني عادي الشباب بيتحرش لفظيا, لكن انه يمد ايده دي اللي كانت غريبه شويه. هو بدا الموضوع بتحرش لفظي وكان هيبتدي يتحرش بيها جسديا, لكن البنت نهرته بصقت على وشه ضرب عليها طلقه جت في رقبتها وتوفت في الحال. طبعا دي يمكن وسائل الاعلام كلها قالوا على قصه الفتاه دي ان هي شهدت التحرش, وده اللي اعطاها الحجم الاعلامي الكبير. هو الموضوع اتشهر اعلاميا بان هي شهدت التحرش الجنسي, فعلا دي اول حاله في مصر بنت نتيجه التحرش بيها
يتم قتلها خد بعد اعلامي قنوات اخباريه اجنبيه وقنوات اخباريه عربيه ومصريه جاءت سجلت في مكان الحادثه وسجلت مع اسره المجني عليها ومع البنت اللي هي شهدت الواقعه والحمد لله ان حضرتنا المتهم ان شاء الله. الحملية دي يا فندم هو معاه سلاح آلي، بتبقى لكم انتوا يعني بعض الاحتياطات الخاصه ان السلاح ده يعني وانتوا بتبقى احيانا يعني طالعين ما بيكونش معاكم سلاح آلي؟ لا هو الولد ده عشان خاطر خطورته الشديده لما جينا استهدفناه كان معانا عناصر من الامن المركزي، كان معانا مدرعات وكنا عاملين حسابنا، وخلال الفتره العشر ايام اللي كان هربان فيهم الاكمنه اللي كنا بنعملها والاماكن اللي كنا بنقف فيها بنبقى مستعدين فيها كويس بالسلاح اللي يناسب السلاح اللي هو بيستخدمه والحمد لله. مش ضرب نار في وقت اللحظه؟ لا هو اتحاصر كويس وكان في قوات كتيره الحمد لله تمام ظبطناه. ركز رجل الشرطه محسن بشري الحمد لله رب العالمين، مفيش حد من الساده الضباط ولا حد من المجندين او صف الضباط تعور، وده شيء جميل جدا ان انتم عملتوا التحريات كانت دقيقه ولحظه القبض عليه ما قدرش ان هو يحاول يستخدم السلاح. الحمد لله احنا كنا متابعينه 10 ايام كاملين ومحددين اماكن مرتد عليها لغايه ما ربنا كرم في كمين عملناه تمكنا من ضبطه والسلاح المستخدم في الواقعه. تمام. ممكن الصدفه جت دلوقتي من واحد من الموتوسيكل، تعالوا تعالى بتاع الموتوسيكل، يعني برضه اعزائي المشاهدين عشان نبين ان الشارع ضيق قد ايه، ادي البنت معاها هي راكبه وشايله الاسمنت وادي هو جايب الموتوسيكل، لما عكسها باللفظ وراحت هي بسقط على وشه شيء طبيعي ان هو راح مطلع الالي وراح ضربها بالنار في الشارع. انا اساسا سيادتك عايز اشوف هذا الشاب واشوف ايه وجهه نظره وليه عمل كده. ان شاء الله هو كان عنده جلسه تجديد حبسه النهارده والقاضي معرضه جدد له حبسه 15 يوم وان شاء الله نجيبه ونتكلم معاه باذن الله. أعزائي المشاهدين ومع رمضان الشهير بشون، أهلا يا رمضان. مرحبا بك يا باشا. وطبعا أنا لا ضدك ولا معاك، أنا هسمع منك، السادة المشاهدين هيسمعوا منك، والحكم في الآخر لربنا، وكل واحد هيقول وجهة نظره، في اللي هيقول لك أنت غلطت، وفي اللي هيقول لا ده هو ما غلطش، وهنسمع الموضوع كامل وليك الحرية كاملة، أنت قلت عايز أتكلم وعايز أشرح وجهة نظري، وأنا بقول لك اتفضل يا رمضان يا اللي شهير بشون، بس أنت إيه حكاية الشونة دي؟ الشهرة يا باشا كده الحبايب والناس والدنيا. عاد ليه بشونة؟ انت متجوزة شونة؟ لا متجوز. اما الدبلة دي ايه؟ الدبلة دي والله زي ما كده سادة مشاهدين دبلة ذهب. دي دبلة ذهب. ايوه دبلة ذهب. دبلة ذهب ايوه. لابسها ليه؟ يعني واحدة برضه ليك علاقة بيها وقصة بيها. انت ليك علاقة بواحدة وليك قصة؟ لا علاقة بيها. يعني برضه عابر في الخير وان شاء الله بامر الله عشمان في الله ورب نطلع بالسلام برضه ما اخدهاش غير هي دي برضه. يا حبيبتك دي بقى. طب دي حاجة يعني أسريا ولا أنت وهي اللي متفقين مع بعض كده؟ لا دي حاجة بأمر الله زي ما تقول هي حب. قول يا رب حب وفي القلب كله. حب وفي القلب. كله من جوه القلب. طب يا راجل لما أنت بتحب وليك اللي بتحبك يعني اصبر شوية ما ربنا يكتب لك الخير وتتجوز. قدر الله ما شاء فعل. هو اللي حصل كده. أنا عايزك بقى بأمانة ربنا زي ما بتقول كده تحكي لي اللي حصل بالظبط. بأمانة ربنا صلي على النبي عليه الصلاة والسلام. ده الحكم حكم ربنا مش حكم انت ولا حكم اي حد، ده الحكم حكم الله. صلى على رسول الله عليه الصلاه والسلام. زي ما انا معدي في الشارع وجات لا على مهلك اه ماشي براحتك. الموتوسيكل انت واخوك ولا ابن عمك؟ والله اخوي ولا شاف ولا درى ولا اي حاجه. ومين؟ كان واحد راكب موتوسيكل وراكبين هو انا وهو برضه. تمام. اسمه منصور احمد فتحي منصور. تمام. برضه واد عمه وقريبه تمام ما فيش اي حاجه. دخلت في الشارع ده. واحنا معدين في الشارع وفي ناس معديه برضه في الشارع والدنيا دي. انا شايفها مرميه واتكتلت هي. قالوا انت هم ليهم اعداء صلى على رسول الله صلى على رسول الله. لا يعني احنا شوف احنا خلينا ماشيين في العدل كده خلينا ماشيين في العدل اللي حصل حصل اللي حصل حصل احكي فخلينا يعني خلاص يعني احنا حكم حكم ربنا زي ما بتقول انت بامانه عكستها باللفظ ولا باليد؟ طب صلى على رسول الله ترضى بحكم الله. يا ريت ما تدخلش لا ربنا في الموضوع ولا صلى على النبي ولا غيره. خلينا نتكلم خلينا كلام بشر مع بعضين ماشي عشان بس ما ناخدش سيئة. وانا برضه هكلمك بشر كلام انت عكستها او هتحرشت بيها باللفظ ولا بالفعل؟ والله العظيم والله العظيم والله ولا مسكت ولا فعل ولا كان ولا ماني. اللي حصل اللي حصل انا اقول صلى على النبي برضه اللي حصل معدي برضه في الشارع بقول لها ازيك يا ايمان. بتقول لها ازيك يا ايمان؟ ازيك يا ايمان؟ بتعرفها منين عشان تقول لها ازيك يا ايمان؟ في من البلد بس هي بلد جنبيني.
وانا اشوف واحده ماشيه بسرعه اقول لها ازيك يا فلانه؟ صعب. البلد عندنا كلها الفوله يعرف الفخره. يعني انت بتسلم عليها من العاشم ازيك؟ لا ما سلمتش ولا حفتهاش الله وكيل. لا بغض النظر يعني انت بتقول لها ازيك يا ايمان؟ ازيك يا ايمان. طب ما قلتش للبنت اللي معاها ليه ازيك يا زميلتها اللي كانت معاها؟ ما هذه كانت دي بعيد لسه جت بعدين دي. هم الاثنين كانوا راكبين واخدين ولا في. انا اقول لك الحقيقه بيه. طيب قلت لها ازيك يا ايمان؟ شتمت هي على طول. طب صل على النبي بقى. هنبتدي بقى انت تقول صل على النبي وانا اقول لك هصلي على النبي. انا دلوقتي ليا واحد عدو. مش هقول لك واحد لا اعرفه ولا ما اعرفوش عدو. وقلت له السلام عليكم. العدو ده هيشتمني ولا هيقول لي وعليكم السلام ولا ما يردش خالص؟ ما سيادتك يا بيه ممكن في عدو رد علي بس ما انا هرد عليك والله ممكن يوم ما يكون عدو مش هرد علي والله العظيم هرد عليك والله العظيم هرد عليك ما ممكن في واحد عادي يقول لك مرحبا من جوه مقتول تمام صح ولا ممكن ما يردش عليك وممكن ما يردش عليك بس استحاله يشتمك ما والله دي ممكن يشتم وممكن لا طيب انت قلت لها ازيك يا ايمان وحصل اللي حصل ومعدي في الشارع انت قلت لها ازيك يا ايمان قلت لها ازيك يا ايمان قالت لك ايه لما انت قلت لها ازيك يا ايمان والله جت شاتمه طب هي تعرفك منين ما بقول لك يا بيه البلد كلها عندين احنا ممكن نعرف البنت لكن البنت مش هتعرفنا احنا نعرف البنت اللي احنا شباب عارفين الحلوه والوحش لكن هي تعرف الفوله يعرف الفخيره احنا عرب الفوله يعرف الفخيره ما فيش يعني بنت عرب كل البنات عارفه الرجاله كل البنات وكل الحريم كل ولد خالد ده ولد عم الدي ده واخد اخو الدي ده على بعض كل بعض ما فيش وحده غريبه ولا في واحد غريب من بره البلد خليك تمسك جسمه يعني والمصحف شعر ربنا والمصحف شعر ربنا والمصحف شعر ربنا ان كنت امسكها يحكم عليها بالاعدام ده الحكم حكم ربنا والمصحف التحرش اللفظي زي التحفظ الجسدي التحرش الجسدي انت قلت لها ازيك يا ايمان راحت ما ردتش عليك ولا شتمت شتمت قالت لك ايه شتمت كلام يعني ما اعرف بس قالت لك ايه لا شتمت وخلاص ما ينفعش شتمت وخلاص ما شتمت وخلاص وحصل اللي حصل وقدر قول لي بقى شتمت قالت لك يا وحش ماشي انت رديت عليها وقلت لها ايه اولا ما جيت خبطتها قلمين ما فيش ضربتش قلمين ولا والله ما حفيتها انا ما نزلت انا هقول لك الصراحه قول الصراحه وماسك برضه زي ما انا راجل معادي معاك رجلك فيها يعني واخد فيها طلقه ورجلي معادي ولنا ظروفنا في الطلقه ليه انت بلطجي ولا ايه لا مش بلطجي ولا حاجه انا لو بلطجي كنت سميت اللي ضربني لكن انا ما سميتش حد مين اللي ضربك دول عيلتين شغالات مين اللي ضربك بالطلقه دول شغالين العيلتين دول شغالين ضرب ببعضيهم وانا في الزرع جتني طلقه رضيت اسمي ده ورضيت اسمي ده يا اخي غريب يعني رحت عندكم كبيركم اللي مركب لمبه في بيته ورغم كده عندكم الالي وعندكم الطلقات وعندكم كل وانتم مش لاقيين حتى اللقمه تاكلوها سبحان الله يعني مش لاقيين اللقمه تاكلوها وعندكم الالي وعندكم الرصاص وعندكم كل حاجه سبحان الله ايه السر كده ما تقول يا طيب انت هي البلد كلها معادي السلاح اهم من الاكل والشرب زي ما تقول يا باشا صلى على النبي زي ما تقول يا السلاح برضه زي عيحم البني ادم في بني ادم عيبه مثلا مضرور وجت معاه غلطه مثلا ما شالش دي ممكن يتدرب في اي وقت ممكن هو طالع من بيته خصم انت بتشيل الالي معاك ليه؟ ما بقول لك يا بيه احنا معديين لنا خصام تمشي بالالي في الشارع الساعه 12 الظهر يا باشا البلد كلها مليانه غرانا يا بيه هي البلد كلها مليانه سلاح هي البلد لقى تاكل بقول لك يا بيه انت صلي على رسول الله البس جلابيه وانزل وانك كانك راجل غريب انزل البلد ده وانت تشوف الموقف قدامك وتشوف كل حاجه قدامك شوف ايه بقى هتشوف سلاح وناس ماشيه بسلاح ودي هنا ماشي بسلاح بالالي وهندي انت عارف الطلقه بكام دلوقتي الطلقه بكام ولا ماشي بكام انا قلت لك البس جلابيه وكانك انت راجل غريب ما تعرفش اي حاجه البلد مليان سلاح العرب الكلابات تلقى سلاح في الليل في النهار في اي وقت فيه سلاح الي فيه سلاح وفيه في جميع سلاح هتلاقي سلاح كمان في كمان لا وفي جنابل وانا هكذب عليك اقول لك جنابل واربجهات يبقى انا اللي اكذب عليك كده ايه السلاح اللي موجود ايه السلاح اللي اكتر من الالي ما في غير سلاح كل الاله زي اي بلد زي ابنه فيها سلاح بس شيء لاف زي طيب. الساحل زي الشاميه لا امانه ما ضربتهاش قلمين في الاول بامانه يا شيخ والله يا شيخ الامانه غاليه ولا قلم واحد لا والله الامانه غاليه انا رحت اضربها بالقلم واحد فعل خير مسكني والله انت طالما قلت الامانه جيت معي دغري يبقى انا اجي معك دغري انا خبطتها قلمين والله ما ضربتها ولا حفتها بالقلم رحت اضربها واحد مسك معي فعل خير فالبنت واخده طلقه بما يرضي الله وبما يرضي الله وبما يرضي الله وانا اقول لك الصراحه عشان تبقى فاهم مسك معي واحد فعل خير طبت الطلقه في الحيطه الله وكيل حسابها ماتت او تعورت او اتضرت ما اعرفش مشيت ورسول الله تاني ورسول الله مشيت ما اعرف ان هي متعوره غير بعدين جاني تليفون قال لي استاذ المشاهدين الطلقه جت بالظبط في الرقبه من هنا طلعت من دماغها يعني طلقه قاتله حته ان هي بقى انت ما شفتهاش ده الراجل اللي معاك قال لك الحق البت ماتت وقال للبت اللي كانت معاها الحق غطيها البت من تاني ولا الراجل اللي قال ان انت ماتت دي ما عايز اشوف الراجل بالامانه بقى
والله ما في احسن من الامانه. صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. انت كل ما بتقول لي صلى على النبي انا هرد عليك. انا هقول لك ايه؟ لا قول لي الصراحه. ما هقول لك الصراحه. انت ما شفتش دم على الارض؟ والله بقول لك بامان. والله ما شفت الدم. ما شفت ايه؟ والله العظيم ما شفت. انت شوعت قدامك على الارض؟ انا شفتها حسب اتفزعت. الله وكيل احسب. والله ما بحسب اتفزعت ومشيت وغير لما جاني تليفون بعدين يا رجلي ماتت ازاي يا عم الحاج؟ الطلق انا شايفها طبه في الحيط. ماتت ازاي؟ تجمع موتوسيكل. والله الموتوسيكل الشارع مليان. الشارع ما كانش فيه صريخ مليان. الشارع مليان ما هو لازم هيروح يفضي ليك هيفضلك الشارع صعب المجني عليه يفضلك الشارع في حكومه في نيابه جايه في مش عارفه هيفضلك الشارع انت طبعا كانك راجل غريب هتدخل الشارع انا شفت الشارع انا نزلت الشارع من غير ما حد هتنزل الشارع مش هتلاقي اي حد مش هتلاقي اي حد طب والشارع اللي جنبه فضي طب ما في ناس ما هم اهل البيت واهل دي واهل دي واهل المكانات كلها وانا مش معقول يبقى في الشارع مليان ناس واخلي واحده ماشيه مد ايدي عليه على جسمه والله العظيم ما حفيت احلف لك عليه تاني اقول لك البنت اللي معاها واللي الساده المشاهدين شافوها قالت انا كنت راكبه واسمنت قدامي وفوجئنا برمضان يعني البنت دي بينك وبينها هي حاجه البنت دي والله ما في حاجه طب كويس قلت لها احكي لي اللي حصل بالظبط قالت لي انا راكبه انا وايمان وراح مد ايده ومسك ايا كان حته في جسمها راح طريه راحت بنفس اللفظ بصقت على وشه ما قالتش بصقت يعني بما ايوه فاهم بصقت على وشه هو اول ما راح مواجه وراح نزل راح ضربها يمين وقعت على الارض وراح مطلع الالي خبطها طلقه فبيتها طلعت من مخها اول ما وقعت طب ازاي يا بيه هي واقعه وانا ماسك البندقيه وضربتها طب لو ضربتها في رقبتها تضربها لازم تضربها واقفه يعني ثواني يا بيه ثواني انا اريحك يعني لو ضرب انا اقول لك الحقيقه ده بنرضي الله ربنا فيه احسن منه استغفر الله العظيم اشهد لا اله الا الله واشهد ان سيدنا محمد رسول الله اللهم قوي ايمانك والله العظيم لو واقعه والطلقه وضربها باليد كده والطلقة فيها متقلفة حتي انا قلت لك اقسم بالله العظيم انا عايز تقنعني واحده بينك وبينها ما فيش غير السلام قلت لها ازيك يا ايمان راح شتمك على طول شتماني قبلها بيومين ورحت انت جيت تضرب جيت قبلها تضربها بالقلم وربنا رزقك بابن الحلال ده مسك ايدك طب ما ده المكان مسك ايدك كان مسك الالي ما ها طب ما انا جاك يا بيه ما هو مسك معايا في البندقيه والبندقيه واخده طلقه فعل الخير هو اللي قاعد طالع بس الزناد جت قام شايفها طبه في حيط ده انا اقول لك الله وكيل لا ما والله العظيم والمصحف شعر ربنا ومصحف ربنا وكتاب الله تاني شوف يا بيان عشان تبقى عارف انا اللي مسلم نفسي انا بقى اوضح للساده المشاهدين اللي رمضان ما رضيش يقول طبعا رمضان واخد طلقه في رجله يعني ممكن تعرض رجلك واخد طلقه في رجله دي سببت له عجز فبيمشي مش عارف الزميل مصطفى محمود جاب الشطوه بيمشي يعني كز على رجله شويه فانا ولا عكسها فالبنت قالت له ما بقاش غيرك انت يا اللي كذا زميلتك زميلتها اللي قالت بقت انت يا رمضان يا اللي عاجز يا اللي برجل ونص تعمل كده وبقى عامل نفسك راجل وتمسكني من صدري راح هو نزل ضربها قلمين وراح مسك الالي بتاعه زي ما يكون عزت عليه نفسه وهو يمكن وسيم شويه وبعدين ليه في قصص الحب ولابس دبله وخطوبه وبتاع وفي مش خطوبه رسميه ده بينه وبين البنت كده وده اول مره اعرف ان بنلبس دبل بالحب يعني مش بين اهل هنا والاهل هنا لا هو اللي في معزه بيه بتلبس دبله هي وتلبس دبله في معزه تقول لاهلها هي البنت البنت لا انا حد عارف به بنت مين ولا حد عارف مين اقدر اقول عليه بس اشمام في الله وربنا اقول لك خير يعني اقول لك اشمام في الله عندك امل انت تروح تتجوز ان شاء الله بامر الله غصتك وحكيت ان عشان انا خاطر ان انا مسلم نفسي انا مسلم جمع حسين بيه انت البنت اللي ماتت دي انا حاسس بيني وبين ربنا كده بيني وبين ربنا ان انا ما ضريتش يعني انا اللي حاسس بيني وبين ربنا هو اللي خلاني سلمت برضه يعني البنت اللي ماتت دي ربنا ما ياخدش حقها سبحان الله ربنا ما ياخدش حقها صلي على النبي عليه الصلاه ابوها درب اثنين ودرب بنت مطلعين احنا مالناش دعوه احنا بكلمك اللي ماتت دي ربنا هيضيع دمها يعني دمها كده هيروح هدر مش المفروض تعاقب انت لا ربنا ما يضيعش دمها اصلا انا هسالك سؤال يا رمضان انت ليك اخوات؟ ليه اخوات يا بنات طب لو جت اختك وقالت لك فلان الفلاني مسكني من الحته الفلانيه انت كراجل هتعمل ايه؟ هرد على ابوه ونشوفه ده رد على ابوه؟ هرد على ابوه انت عاقل قوي يا رمضان والله العظيم ليه امال تروح تمسك الواد ده وتقول له ازاي تعمل في اختي كده؟ ليه قال لك علينا مجرم يا بيه؟ ده انت دوا قتل اوتا ده اللي يقول واللي طلع واللي يعمل والله امسك اختك وعاكسها هتروح ترد على ابوه لو كنت الكتله ولا مجرم يا بيه ما كنت شفتني يا بيه كنت اختفيت في الجبل طيب لو انت القاضي وجه قدامك شاب تحرش ببنت بايده وراح قتلها القاضي يحكم عليه تحكم على العمل كده ايه والله ده الحكم حكم ربنا انا بقول لك اعتبر والله ما عارفش انت لو قاضي تحكم عليه بايه انا لو قاضي انا ما اعرفش انا ده الحكم حكم ربنا انا بقول لك خلينا في حكم البشر انت لو قاضي وجالك قدامك واحد اتحرش ببنت بايده وقتلها تحكم عليه بايه ده بيه الحكم حكم ربنا الحكم ربنا
انت بشر. انا ما اعرفش. انا ما بتكلمش على رمضان، رمضان ده كويس وكل شويه يقول لي صلي على النبي وانا اقول عليه الصلاه والسلام. انت كويس رمضان، انا بقول لك انت غاضب وجي قدامك واحد حرش في بنت ومسكها وراح ضربها بالنار، تحكم عليه بايه؟ والله زي الحكم والطبيب الشارع والتحريات برضه الحكومه ودي. التحريات اثبت ان هو عاكسها وان هي شتم تروح ضربها. والله حكم عليه بايه؟ والله زي ما عليك انت زي ما حكم ربنا، انا لها حكم ولا يعني ايه رايك في حكم الاعدام؟ والله بيها اللي يجيب ربنا كلها ما فيش فايده. واختك اللي حصل فيها كده مش كنت ما بص انا قلت لك انا والله اللي يجيب ربنا قدر الله ما شاء فعل وانا اللي مسلم نفسي. انت ما قلتش على اللي مسك حاسس نفسي ما جبت السيره اللي مسك ما جبت السيره اللي مسك السلاح منك ليه؟ والله يا هاجات كده وزي ما جات ما فيش فايده. واحد مسك السلاح منك والطلقه طلعت غصب عنك. فاعل خير هازي تزيف ايه انت فاعل خير ده ماسك معايا يروح سين وجيم ومش عارف. انت ضمورك حي والله العظيم زي ما اكلمك والله من جوي ابيض والله من جوي ما في اي حاجه كده وجواك ابيض. اما يا راجل لو جواك اسود كنت عملت ايه؟ لا يكفينا شر السوداني يا بيه. عندك الصوابع ما فيش صوابع بيقولوا صوابك وما ما فيش اي صواب قال ما فيش اي صواب. طبعا اعزائي المشاهدين الزميل احمد علي هينزل الاستطلاع الراي على صفحه البرنامج على الفيسبوك، يا ترى رمضان يستحق الاعدام ولا يستحق السجن ولا يستحق ايه؟ ما هو انتوا في ناس يقول لك لا ده هو الاعدام قليل عليه، ده المفروض يتجاب في نفس الشارع ويجيب اهل البنت دي ويقول لهم اهو قدامكم اعملوا اللي انتوا عايزينه فيه، لان حرام يعني يشطر على بنت في حاجه اسمها قلت لها ازيك يا ايمان راح شتمتني ما تحصلش ابدا، يعني كلام حتى مش منطقي. واعتقد ان رمضان حتى ما عرفش ان هو يقول كلام يقنع الساده المشاهدين بيه. طبعا احنا دلوقتي قدام القضاء العادل ان شاء الله هو اللي هياخد حقه، وان شاء الله تعالى هنكون الحكم اللي الناس كلها منتظراه ان شاء الله واللي هو خايف يقوله، واللي انا اعتقد واتمنى طبعا ان يكون يتناسب مع حجم الجرمين اللي ارتكبهم. الجرم الاول ان هو مد ايده على بنت وبالتحرش وبالضرب وبعدين بضرب الرصاص. يا رمضان ربنا طبعا هو اللي هياخد حق البنت دي وربنا اللي خلص. عايز تقول حاجه للساده المشاهدين؟ انا عايز اقول انا سلمت نفسي اخلص ضميري بيني وبين ربنا عشان حسيت ان من جواي كده في حاجه. انا لو عملت الدنيا كلها ممكن ما اسلمش، بس انا حسيت ضميري كده بيني وبين ربنا مش عارف انا سلمت كيف وازاي. اقول لك سبحان الله دي حاجه الهيه دخلت جواي كده وسبحان الله قدر الله ما شاء فعل. احنا يعني احنا بنقول للاسره المصريه بقى يا ريت نحسن تربيه اولادنا، لان فعلا دول الشباب دي لو اولاد حد يربيها ما كانش حصل كده. لا البنت زي ما قلنا في صدر برنامجنا لا كانت لابسه لبس مغري ولا هي ماشيه بتقول يا ناس عكسوني، دي واحده بسيطه وشايله بنت وشايله اسمنت وشاربه يعني التعب، وفي الاخر يكون نصيبها طلقه في دماغها والمين وتموت. اعزائي المشاهدين في النهايه بنذكركم ان الجريمه لا تفيد. اعزائي المشاهدين شكرا لكم والى اللقاء مع حلقه جديده من حلقات برنامجكم أيوة. Thank you.